شرح حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني يدل على أن الأخلاق موجودة، وإنما النبي أراد أن يتمم مكارمه. والعرب كان عندهم من الأخلاق شيء عظيم جدا، يعني يكفي أنهم كانوا يفخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صادق الأمين، ويعتزون بذلك، يرون هذا من الخلق إيش الطيب. والعرب يعني المشهور عنهم في ذلك الوقت ما كانوا يكذبون ولا يعني يخونون العهد، يوفون بعهودهم، وعندهم حق الجوار، عندهم الكرم، عندهم الشجاعة، وعندهم النخوة، وعندهم الإباء. يعني هذه كلها مكارم أخلاق. النبي جاء ليتمم هذه المكارم، يزيدها، وأيضا جاءهم بالدين، كانوا يحتاجون إلى دين. عندهم هذه الأخلاق لكن يعبدون أصناما ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، فجاء ليحقق عبادة الله تبارك وتعالى وحده ويضبط هذه الأخلاق. يعني العرب كان عندهم غلو في كل شيء، يعني الكرم كان عندهم غلو، يعني يقدم الضيف على أهله وأولاده، قال لا، قال عندي دينار، قال انصرفه على نفسك، قال عندي آخر، قال على أهلك، قال عندي ثالث، قال على ولدك، قال عندي رابع، قال أنت أدرى. يعني لا تقدم الضيف على أهلك وأولادك وكذا. مثلا جاء ينظم هذه القضية. الشعر يقول أعذب الشعر أكذبه، يقولون. فجاء الإسلام فمنع من الكذب، فالشعر اللي كان فيه غلو نزل شوية. لذلك بعضهم يقول شعر حسان قبل الإسلام أحسن من شعره بعد الإسلام، صار عنده قيود، قيدت الشجاعة، كان عندهم تهور العرب، فجاء الإسلام زين، فجعل الإنسان يعني في الجهاد والقتال وكذا يقاتل يعني الضعف فقط وليس أزيد من ذلك. وهكذا في غيرها من الأمور جاء يضبط الأمور، لا إفراط ولا تفريط، وإنما وسط الاعتدال في كل الأمور. نعم.